بعدما أصبح مسلما به أن مهمة المفادين الدوليين تقتصر على المهمة الأمنية لا الرئاسية، فإن الأنظار تتوجه إلى ما بعد هذا الشهر، حيث ستظهر حركة المفادين الرئاسية والتي تنتظرها عين التيني. مصادر مطلعة على جو الرئاسة الثانية قالت للجديد أن الرئيس نبيه بري سبق أن أرسل إشارات عدة إلى كل المفادين الدوليين الملاجين المهمة الرئاسية بأن عين التين مستعدة لاستقبال المبادرات الدولية، حيث ستلاقيها بحركة رئاسية داخلية يحضر لها الرئيس بري من موقعه. مصادر دبلوماسية غربية وصفت عين التين بأنها ستكون في المقبل من الأيام مفتاح الحل الرئاسي من منطلق الدور الطبيعي للرئاسة الثانية. زوار عين التين نقلوا عن الرئيس بري حماسته لإجراء الانتخابات الرئاسية واستعداده للتعاون مع أي حراك دولي لإجراء الاستحقاق، بمعزل عن العدوان الإسرائيلي على غزة أو على جنوب لبنان ووجوب فصل الملفين، لما للمرحلة المقبلة من أهمية بوجوب وجود رئيس للجمهورية في أي تفاوض مقبل على المنطقة. وكما في المرة السابقة التي شهدت فيها عين التيني تصميم الموفد الرئاسي جان إيف لودريان في مهمته المنسقة مباشرة مع المملكة العربية السعودية، والتي باشرها بعد لقائه المستشار نزار العلولة قبل التمديد، فأن المشهد نفسه سيتكرر، ولكن هذه المرة بإجماع الخماسية للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي والدفع باتجاه حصوله بمعزل عن الحل الإقليمي. وبالكلام عن المملكة العربية السعودية، فإن اللافتة في حركتها على الساحة اللبنانية بحسب مصادر مطلعة على الحراك السعودي كانت زيارات السفير وليد البخاري التي افتتحها كما يفعل دائما بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة واضحة لدعم سقف الاعتدال السني الذي تمثله دار الإفتاء بشخص المفتي، ثم زيارته منزل قائد الجيش العماد جوزيف عون في رسالة دعم واضحة للمؤسسة العسكرية وللعماد عون. المصادر نفسها تحدثت عن حث سعودي جدي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي سيظهر في استكمال السفير البخاري حراكه على الساحة الداخلية، مع تأكيد ثوابت المملكة في الاستحقاق وعدم تغير موقفها منه أو من المواصفات التي سبق أن كشف عنها البخاري في جولات سابقة، وتحديدا من الصرح البطريركي. أما دار الإفتاء فزوارها نقلوا عن المفتي دريان دعوته أيضا لإنجاز الاستحقاق بعيدا عن ربطه بالعدوان على غزة، لما للبلد من حاجة إلى رئيس لا يكون نتاجا لأي تجاذبات سياسية، وإلى إتمام الاستحقاقات الدستورية في أسرع وقت. الوزير السابق غازي العريضي أكد ضمن برنامج هنا بيروت ألا أفق لتسوية الصراع في فلسطين ولا لانتخاب رئيس للجمهورية قريبا، مؤكدا أن حراك الحزب التقدمي الاشتراكي لا يعني إعادة التموضع، فالحزب يدرك ألا بديل عن الحوار للخروج من الأزمات. لن يتخلى أي فريق عن مرشحه الآن. الآن ليس ثمة أفق لانتخاب رئيس. هل يقول أنا انتهيت من هذه المسألة؟ لماذا وكيف ومن أجل من وبأي هدف؟ اليوم الحزب الاشتراكي ثابت أو عم نحكي عن تموضع جديد بموضوع الرئاسة وبموضوع الاصطفافات الداخلية والتحالفات الداخلية؟ الحزب الاشتراكي قال كلمته بوضوح، لابد من تفاهم. الانقسامات الحالية جعلت هذا الفريق لديه فلان، هذا الفريق لديه فلان. صحيح. طيب لا، هذا الفريق. طيب جيد، لما سميته جهاد أزعور كنتوا بفريق. ماشي الحال، بس هل تمكننا وهل نتمكن وحدنا؟ لا. وبالأساس كنا نبحث عن هذا التفاهم الواسع، متفق على اسم رئيس الأركان من قبل كل القوى. هذا الاسم تم اختياره من قبل وليد بايك علما، يعني لنكون واضحين في الأساس الرجل يعني ليس محسوبا على الحزب التقدم الاشتراكي أو من أركان الجيش الشعبي أو 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 أو, أو, أو معيار الأقدمية فلان فليكن فلان، وهو على علاقة جيدة مع الآخرين وسمعة طيبة على مستوى الجيش.
رأى النائب فادي كرم أن الحراك السياسي الذي نشهده جيد ومطلوب، لكنه لا ينتج رئيسا داعيا الرئيس بري إلى اتخاذ خطوة جريئة بالدعوة إلى جلسات متتالية لا يتم تطهير نصابها. ومن الحدث أكد كرم استمرار التقاطع مع الوطني الحر على جهاد أزعور، منوها بمبادرة كتلة الاعتدال. هي مرشحين هلأ بعده جهاد أزعور إيه؟ طبعا طبعا بعده تقاطع، بعده تقاطع وبعده مأمن التقاطع. هلأ إذا بيجي الطرف المعارض مش برام بسيل بعده بيقول إنه بعده التقاطع؟ إيه طبعا. هلأ يعني ونحن في تواصل، مش أنت تعرف يعني وأنا بقول في تواصل واجتماعات، خاصة أنت بشكل مباشر والنائب جورج عطلة 100%. أي لحظة بي مرشح عنده حظوظ أكبر ممكن تلتقي عليه هالمجموعة من المعارضة ومستقلين والتيار الوطني الحر، ممكن يصير في تغيير. بس اليوم ما في، اليوم في جهاد أزعور بعدها مستمرة، خل يصير في دعوة وبوقتها ناخذ قرارنا ونمشي على الجلسة. اليوم في أسهم عالية لقائد الجيش تحديدا بعد التمديد إلى مسار آخر. هيدي إلى مسار إلى مسار آخر رح نحكي فيها، يعني منه مرشحنا ولا مرشح حدا، هو مرشح قد ينطق عليه التسوية. نقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه حرصه على وحدة الموقف اللبناني وحكمة المسؤولين وعدم رضوخهم للضغوط الإسرائيلية، وأكد أن لا مناص من حوار بين مختلف الكتل النيابية ينهي فراغا رئاسيا تسبب بتعطيل الدولة، ويبقى على السادة النواب أن يحسموا قرارهم وأن يبادروا لملاقات الرئيس بري في منتصف الطريق، فالبلاد لم تعد تحتمل فراغا في سدة الرئاسة الأولى. وأكد الرئيس بري أن لبنان في حالة إعياء شديد على المستويات كافة، ولا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية، والحل بأيدينا إذا شئنا. وقد كرر الرئيس بري نظرته مبديا حرصه على روحية المشاركة الحقيقية كما نص عليها اتفاق الطائف والمناصفة العادلة بين المسيحيين والمسلمين. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعمل كي لا ينضم حزب الله للنزاع، وقال وجهنا رسائل للسلطات اللبنانية بهذا المعنى. Pour ce qui est des résolutions du Conseil de sécurité et au fond de la frontière avec le Liban pour éviter que l'embrasement ne soit régional, que le Hezbollah ne se joigne au conflit et ne menace la sécurité d'Israël et surtout que le conflit ne s'étende au Liban. La France est attachée à la paix, à la stabilité au Liban. Et donc, en effet, nous avons, depuis le début, passé des messages directs et indirects à l'ensemble des forces politiques libanaises, à l'ensemble des forces militaires, y compris terroristes, et nous avons tout fait pour éviter l'escalade. Nous avons fait plusieurs propositions ces dernières semaines, en lien avec les États-Unis d'Amérique, aux Israéliens, pour justement essayer d'avancer sur ce sujet. Notre volonté est en effet que les résolutions soient strictement respectées, qu'en particulier les frappes soient cessées, que les incursions qu'il y a pu avoir soient interrompues, mais que des deux côtés la résolution soit respectée. Et c'est indispensable. Comme vous le savez, la France est aussi engagée dans le cadre de la FINUL. Surveillons avec beaucoup de vigilance la situation. Et au fond, notre message à toutes les parties est d'éviter toute escalade. Elles ne sont l'intérêt de personne. استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في دارته في اليرز رئيس المعهد الفني الأنطوني الأب شارل بوعبود على رأس وفد، وجرى خلال اللقاء عرض للنشاط الذي يقوم به المعهد في الإضاءة على التنوع الثقافي والتراثي في لبنان. كما استقبل عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وبحث معه شؤونا عامة، والتقى البخاري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. على هامش منتدى دافوس في سويسرا، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقات اجتماعاته ولقاءاته الدبلوماسية الدولية والعربية، واجتمع مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. وقد شدد ميقات على أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيدا للعودة إلى البحث في حل سلمي
الأممي من خلال الاعتراف بالحق الفلسطيني بالعيش في وطن آمن. ودعا الدول الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية، وجدد تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي رقم 1701 وسائر القرارات الدولية، مطالبا بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار كاملا والعودة إلى الالتزام بكل القرارات الدولية.